مشاهدينا للحديث أكثر حول التوترات الحاصلة بين الجيش والبيشمركة في قضاء مخمور، ينضم إلينا مراسلنا من أربيل علي زيتو. أهلا بك علي، بداية ضعنا بتفاصيل التوتر الأمني في قضاء مخمور، وهل انتهى هذا التوتر أم لا يزال مستمرا؟ نعم رندا، مساء الخير. اليوم في الساعة السادسة وبعد الساعة السادسة مساء اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات البيشمركة وأيضا الجيش العراقي، عناصر الجيش العراقي في قضاء مخمور الفاصل بين محافظة أربيل ومحافظة نينوى. الاشتباكات كانت بأسلحة خفيفة، وإضافة إلى استمراريتها لأكثر من ساعة. طبعا الآن الاشتباكات هي متوقفة، دخلت عدة أطراف على الخط من القيادات العليا لإيقاف هذا الاشتباك، ولكن التوترات ما زالت موجودة بين الجانبين. طبعا السبب بحسب المصادر العسكرية في الجانبين فإنه يعود إلى خلاف بين قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة حول مسك ثلاث نقاط أو حول مسك ثلاث نقاط كان حزب العمال الكردستاني قد انسحب منها على جبل قرشوخ. الحكومة العراقية اتبعت أو الجيش العراقي كان يعني يرى أحقيته في مسك هذه النقاط، بينما قوات البيشمركة أيضا كانت تقول بأنها هي لها الأحقية. هذه المنطقة هي من المناطق التي تعتبر تسمى عادة بالمناطق الرخوة أمنيا، وهي المناطق التي تفصل بين الجيش العراقي وبين قوات البيشمركة، وهي يعني هي شريط بين الجانبين. فبالتالي سبب المشكلة أو سبب الخلاف الذي تطور إلى من مشاركة إعلامية إلى اشتباكات بين الجانبين، اشتباكات مسلحة، كان بسبب مسك هذه النقاط الثلاثة على جبل قرشوخ. الحصيلة، حصيلة الجرحى وأيضا حصيلة الضحايا، المؤكد بحسب مصادر أن عنصرا في قوات البيشمركة فقد حياته نتيجة ل أو متأثرا بجروحه بعد أن أصيب خلال الاشتباكات. هناك أيضا مصادر تتحدث عن أيضا أن هناك ضحايا أو ضحية واحدة في صفوف الجيش العراقي، إضافة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 12 مصابا في من قبل أو من طرف قوات البيشمركة، إضافة إلى 10 إلى 13 مصابا من الجيش العراقي خلال الاشتباكات، لأن الاشتباك حتى عندما يعني تم الإعلان عن وجود 6 مصابين أو 7 مصابين كانت الاشتباكات مستمرة. قبل ساعة من الآن العديد من سيارات قوات البيشمركة عادت إلى محافظة أربيل بشكل سريع، وأوصلت بعض المصابين إلى مستشفيات الطوارئ في مدينة أربيل داخل مدينة أربيل، ولكن حالاتهم لحد الآن يعني غير معروف إذا هي خطيرة أو يعني إذا هي حالات خفيفة أو إصابات خفيفة. وزارة البيشمركة حتى الآن لم يتم إصدار أي بيان من قبل وزارة البيشمركة حول ما حدث، ولا أيضا من قبل الحكومة الاتحادية أو وزارة الدفاع العراقية. ولكن بشكل عام يعني أستطيع أن أقول بحسب المصادر الآن الجو في المنطقة هناك توترات، ولكن القتال توقف بين الجانبين، وهناك أيضا تعزيزات عسكرية كبيرة من قبل الجيش العراقي وصلت إلى منطقة مخمور وتحديدا إلى جبل قرشوخ. نعم، مراسلنا في أربيل علي زيتو، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.